إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع منير الحافي. مساء الخير. في عناوين النشرة: لها انعكاسات سلبية على مداخيل المودعين اللبنانيين. مصارف لبنان تضرب رفضا للضريبة المقترحة على الودائع. اللجان النيابية المشتركة تواصل مناقشة موارد تمويل السلسلة، والمستأجرون القدامى يعتصمون رفضا لقانون الإيجارات الجديد. الجيش الحر يواصل تقدمه الميداني في حلب وحماة، وقصف عنيف على ريف دمشق. اللجان النيابية المشتركة تدور في حلقة مفرغة بحثا عن مزيد من الإيرادات لتمويل سلسلة الرتب والرواتب وسط هاجسين أساسيين: الأول عدم إرهاق الخزينة العامة بمزيد من الديون، والثاني إرضاء العاملين في القطاع العام المطالبين بحقهم وبما وعدوا به. وإذا كانت رحلة البحث عن الإيرادات لم تهدأ على مدى الأسبوع الحالي، فإن ما توصلت إليه اللجان وفق الخبراء وأهل الاختصاص لا يؤشر إلى استمرارية الإيرادات المالية، والتي قد تجبى مرة واحدة وتعطي نتائج لسنة واحدة، غير أن السلسلة يجب أن تدفع كل سنة. ومن هنا كان البحث في إمكانية رفع الزيادة على القيمة المضافة، الأمر الذي قد يطال الطبقات المتوسطة والفقيرة مع ما يرافق هذا الأمر من محاذير. وفي ظل هذه الصورة التي تنتظر انتهاء اجتماعات اللجان المشتركة وما ستؤول إليه، كان البارز اليوم إضراب جمعية المصارف وإقفال المصارف رفضا لاقتراح فرض ضريبة إضافية على فوائد الودائع والاكتتابات. وحذر القطاع المصرفي من المس بالاستقرار النقدي الذي يشكل أحد أبرز دعائم الدولة. أمنيا، الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ الخطة في عمق البقاع الشمالي، فدهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بريتال وحور تعالى. ولم تستبعد بعض المصادر الأمنية أن تشمل المداهمات حي الشراونة في مدينة بعلبك. إذن تواصل اللجان النيابية المشتركة مناقشة موارد تمويل سلسلة الرتب والرواتب. وعن أجواء الجلسة وتوجهات النواب تحدثنا مراسلتنا مها ظاهر. مها، مساء الخير. مساء الخير منير. نعم، كما ذكرت يعني اللجان المشتركة لا تزال مجتمعة، وهناك يعني احتمال كبير بأن لا تنتهي هذه اللجان من دراسة موضوع سلسلة الرتب والرواتب في هذه الليلة، وإن كان هناك إصرار وتصميم وعمل جاد يقوم به الجميع ونقاش جدي حول مجمل الأمور. تم الانتهاء من دراسة بنود السلسلة، ويتم الآن البحث والنقاش في جداول احتساب النفقات لجهة احتساب الدرجات أو التجزئة أو التقسيم والمفعول الرجعي والكلفة الحقيقية والإيرادات المقدرة. بحسب المعلومات فإن المواضيع الخلافية التي تجاوزت موضوع التيفئة، زيادة التيفئة، ستنقل إلى الهيئة العامة، مع العلم بأن هناك يعني وجهة نظر تقول بأنه لا يجوز نقل البنود الضريبية إلى الهيئة العامة نظرا للتخوف من المزايدات في هذا الأمر. ولكن الأكيد بأن موضوع زيادة التيفئة على الكماليات هو موضوع متفق عليه، ولكن زيادة التيفئة بشكل عام هو لا يزال موضع خلاف، ومن هنا سيتم نقاش هذا الموضوع في الهيئة العامة إضافة إلى بنود أخرى خلافية بحسب ما أكدت لنا مصادر اللجان المشتركة. أما فيما يتعلق باعتراض جمعية المصارف، فقد أكد وزير المال علي حسن خليل في دردشة هنا مع الصحفيين بأن في الموضوع تهويل، لا سيما فيما يتعلق بالضرائب على أرباح المصارف والتي تشكل نحو 1,850,000,000 دولار سنويا، ومع هذه السلسلة ستصبح 1,400,000,000 دولار، وبالتالي لا يزال وضع المصارف يعني جيد جدا، وبالتالي ما يحصل هو مجرد تهويل بحسب ما أكد وزير المالية. إذن النقاشات لا تزال مستمرة، هناك احتمال كبير بأن لا تنتهي هذه الجلسة اليوم وأن يكون هناك جلسة غدا، لا سيما مخصصة لدرس موضوع الإصلاحات التي كانت بحثتها لجنة فرعية
في موضوع السلسلة والتي ستدرج على البنود التي تدرسها اللجان المشتركة، النقاش جدي، وقالت المصادر بأنه إذا كان اتسم في بداية الجلسات بالشعبوية فإنه الآن جدي، هناك قرارات مصيرية يجب أن تتخذ والأمور ليست يعني ليست بالسهولة نظرا للوضع الاقتصادي المأزوم إذا صح التعبير بحسب ما أكد مختلف النواب من مختلف الكتل السياسية. منير، شكرا. معا توقفت مصارف لبنان عن العمل تلبية لدعوة جمعية المصارف رفضا للضريبة المقترحة على الودائع. رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل التقى وزير المال ودعا في مؤتمر صحفي الرئيس نبيه بري إلى حل هذا الموضوع بعد أن كان بري رفض استقبال وفد الجمعية لتهجمهم على النواب. ولأصحاب المصارف إضرابهم أيضا. مصارف لبنان توقفت عن العمل ليوم واحد احتجاجا على اقتراح فرض ضريبة إضافية على فوائد الودائع والاكتتابات، ما انعكس شللا في الحركة التجارية والاقتصادية في الأسواق. رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل فصل في مؤتمر صحفي النتائج المترتبة عن هذا الاقتراح. إن الإجراءات الضريبية المقترحة من قبل اللجان النيابية المشتركة والتي تتناول القطاع المصرفي ستكون لها انعكاسات سلبية على مداخيل المودعين اللبنانيين زيادة في معدلات الفائدة المدينة، وإن تتأثر بها سلبا شرائح واسعة من المستفيدين من قروض الأفراد والأسر. باسيل دعا إلى التشاور مع الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف لبلورة سلة متكاملة من الاقتراحات تشمل تأمين إيرادات السلسلة وإجراء الإصلاحات، رافضا الازدواجية في دفع الضريبة. ما تهجمت على نائب معين أو على دولة الرئيس يلي هو بيحل المشاكل وبيدور الزوايا عند الضروري، ونحن متكلين عليه أنه يلاقي الحل الناجح لهالصراع الموجود. بدنا نتحاشى دفع الضريبة مرتين، 5% عم بيقطع مصرف لبنان، ما عم نرجع نحط بمجموع عائداتنا يلي أخدوا مصرف لبنان. بصبح تقريبا الكلفة الضريبية حوالي 33%، وحسب كبر كل باب. مؤتمر باسيل جاء بعد لقاء عقدته جمعية المصارف مع وزير المالية علي حسن خليل ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبال الجمعية قبل قيام رئيسها بتقديم اعتذار علني عن الهجوم الذي شنه على النواب والمجلس النيابي، واعتبر بري أن إضراب المصارف كمن يطلق النار على رجليه. عم بنحاول نبحث عن العدالة بتوزيع الأعباء بين الناس، والمصارف اليوم هي من القطاعات اللي بتشكل قيمة كبيرة من الأرباح العامة بالبلد، وبالتالي عليهم أنهم يتحملوا جزء من هذا العبء. الضجة المثارة اليوم حول الأعباء المفروضة على المصارف لا تشكل فعلا قيمة كبيرة تؤثر على أوضاعهم. خرجنا باجتماع أنه نحن منتواصل الاجتماعات، نحن الإضراب هو إلى يوم واحد. باسيل أكد كذلك أن المهم لجمعية المصارف هو العمل لمصلحة البلد. جمد النائب هاني قبيسي الدعوة المقدمة من قبله ضد رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل أمام النيابة العامة التمييزية بجرائم القدح والذم والتحقير على خلفية اتهام باسيل للنواب والسياسيين بسرقة المال العام. الدعوة جمدت بتوجيه من الرئيس بري بانتظار ما سيستجد من إعالة الحق لأصحابه، من اعتذار يجب أن يتقدم به من تكلم بشكل عصبي على ناشط الام تي في بالأمس الساعة 2 بعد الظهر. سجلت هذا الموقف، هو رسالة بأن مؤسسات الدولة يجب أن تحترم وأصحاب المواقع يجب أن يحترموا من مؤسسات أخذت تراخيصها من هذه الدولة. أغلب أعضاء جمعية المصارف لا يوافقون على الكلام الذي تحدث به رئيس جمعية المصارف، اتصلوا بي وقالوا أنهم غير موافقين على هذا الكلام، وبالتالي هم جاهزين لحوار مع وزارة المالية للوصول إلى حل في هذا الموضوع. في إطار بحث مسألة تمويل السلسلة والاقتراحات المتداولة يلتقي رئيس الحكومة تمام سلام
وفدا من الهيئات الاقتصادية في هذه الأثناء في السراي الكبير. طلب المستأجرون القدامى رئيسي الجمهورية والحكومة بعدم التوقيع على قانون الإيجارات الجديد ورده إلى المجلس النيابي. دفاعا عن بقائهم في بيروت، تظاهر المستأجرون القدامى من شارع مارلياس باتجاه منزل رئيس الحكومة تمام سلام في المصيطبة للتعبير عن رفضهم لقانون الإيجارات الجديد الذي أقره مجلس النواب. قانون الإيجارات الجديد يهدد معنى مدينتنا بيروت، يطرد الفقراء وأهلها الحقيقيين، يحولها إلى مرتع للأغنياء وحدهم. احنا برنا قوانين عادلة، ما برنا قوانين ظالمة وقوانين جائرة، نحن أصحاب حق. بيروت ما بتتفرغ من اللي عمرها، بيروت مش للبيع للأغنياء، بيروت مش ملك المصارف ولا الشركات العقارية. بعد هرج ومرج أمام دارة رئيس الحكومة غير الموجود في منزله، دخل المعتصمون للقاء ممثل عنه، فيما أكد مستشاره أن القانون لم يصل إلى رئيس الحكومة بعد. هلا القانون تمام السي ما سوى القانون، النواب اللي سوى القانون، وبعدين النواب اللي وافقوا على القانون، الحكومة لسه ما أخذت قرارها، ناطرة موافقة رئيس الجمهورية، بيرجع بالتدرج من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة لوزير المالية. هيدا البروسيجرز كلياته ما صار. وفي صيدا نفذ المستأجرون القدامى اعتصاما معتبرين ان القانون الجديد جائر ويشرد مئات الالاف من العائلات. هذا القانون الجائر يشرد المئات والالاف. القانون الجديد اللي طالع يلي بده يشردنا من بيوتنا، وبكفي نحن جيل الشباب الجديد ما قادر يستأجر ولا قادر يتجوز. انا بعرف شاب كان مستأجر قانون اجار جديد، راح سكن مع اهله لانه ما بيقدر يدفع اجار القانون الجديد، وهلا كمان صدر قانون بده يخلينا من بيوتنا، بدل ما كنت عم بتشردوا عائله صرت عم بتشردوا عائلتين، وين بعد بدكم نروح؟ افتحوا لنا الهجره اذا مش طايقين الفقير بالبلد لحتى نطلع بريت لبنان. وطالب المستاجرون القدامى رئيس الجمهوريه رد هذا القانون وعدم التوقيع عليه من موقع مسؤوليته عن كل اللبنانيين وابوته لفقراء هذا الوطن. اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية جدد التحذير من مغبة إقرار سلسلة الرتب والرواتب بشروط المطروحة، لأن من شأن ذلك أن يلقي أعباء إضافية على كاهل المواطن وإلى انهيار اقتصادي كبير. مطلبيا أيضا دعت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي إلى الاعتصام والتظاهر في 22 من الجاري أمام وزارة التربية، ولوحت اللجنة بالوصول إلى إعلان الإضراب المفتوح إذا استمرت سياسة التجاهل لهذا القطاع. دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، وقال: لن أرشح أحدا ولن أستبعد أحدا ولن أسمي أحدا لأنني أحترم المجلس النيابي. الراعي قال بعد وصوله إلى بيروت آتيا من جنيف: يجب أن لا نضع تعديل الدستور أمامنا، وإذا اقتضى الأمر التعديل في الحالات القصوى فنعدل، لكن يجب أن لا نضع التعديل أو الفراغ أمامنا. هذا الانتخاب نحن ككنيسة ما إلنا علاقة لا بالترشيح ولا بالاستبعاد ولا بالاستحضار. نحن كل شيء من طالب أنه المجلس النيابي هو سيد أمره، والكتل السياسية بيتشاوروا، بتمرق الصندوق الاقتراع مع صندوق الاقتراع ومع التشاور ينضج شخصية الرئيس. نحن أي رئيس يأتي من 2 أدار، من 14 أدار، من خارج 2، أي رئيس يأتي بإجماع الأكثرية المطلقة بالمجلس النيابي هو رئيسنا. هل نحن بنعتبره الرئيس؟ هل ربنا بعتنا إياه؟ ولا نحن من أيده؟ نحن هالقد اولاد صغار لنجي نستبعد فلان او فلان؟ هالقد نحن قصار لنستبعد فلان او فلان؟ نحن كل شيء بنقول بنريد رئيس عنده شخصيته، عنده اخلاقيته، عنده ثقافته، هيدا بيكون الرئيس القوي لانه بيفرض حاله بمجتمعه. ثم بنريد رئيس يقدر يلملمنا لانه مش قادرين بقى نستمر بهالانقسامات، رئيس عنده اطلالته بالعالم العربي، عنده اطلالته بالاسرة الدولية، لانه هذا الرئيس اللي هو في لبنان. اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان الرئيس القوي هو الرئيس الذي لا يغازل الدويلة ولا يخافها وليس بالف وجه ولسان.
لا خلاص من دون جمهورية قوية، ولا جمهورية قوية من دون رئيس قوي. الموقف لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال لقاء سياسي نظمته منسقية منطقة كسروان الفتوح بالاشتراك مع الجامعة الشعبية في معراب. لا رئيس قوي من دون وضوح، ولا رئيس قوي من دون استقامة وثبات على الموقف. لا رئيس قوي مع التلون الذي هو مع الدولة فقط هو الرئيس القوي، والذي لا يغازل الدويلة هو الرئيس القوي، والذي لا يخاف الدويلة هو الرئيس القوي. والذي ليس بألف وجه ولسان هو الرئيس القوي. الرئيس القوي هو الذي يعلن صراحة ما يريد، والرئيس القوي هو الذي يخوض معركته أمام الناس وليس في السفرات أو الغرف المغلقة. والرئيس القوي القوي هو الذي لم يسعى يوما لا إلى مركز ولا إلى منصب ولا إلى مكسب، بل يسعى فقط إلى أن يكون رئيسا قويا في جمهورية قوية. اللقاء اختتم بحوار مع الحضور وتخللته كلمات لعدد من الشخصيات القواتية. وفي النشرة بعد الفاصل، تواصل تنفيذ الخطط الأمنية في البقاع الشمالي وطرابلس. ماذا يجري بين النظام السوري ووسائل الإعلام التابعة لحلفائه؟ المسائية مستمرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. مصارف لبنان تضرب رفضا لضريبة المقترحة على الودائع. اللجان النيابية المشتركة تواصل مناقشة موارد تمويل السلسلة، والمستأجرون القدامى يعتصمون رفضا لقانون الإيجارات الجديد. الراعي يؤكد أنه لا يرشح أو يستبعد أحدا عن الرئاسة الأولى، وجعجع يشدد أن الرئيس القوي لا يغازل الدويلة. يتواصل في البقاع الشمالي تنفيذ الخطط الأمنية، والمداهمات تسفر عن توقيف مزيد من المطلوبين. تواصل القوى الأمنية تنفيذ خطتها في جزئها البقاعي، حيث أسفرت المداهمات التي قامت بها قوى من الجيش عن توقيف المدعو عين ميم في بريتال والمطلوب بجرم القيام بعمليات خطف، منها خطف أحد السوريين وسلبه. كما دهمت منازل يشتبه في وجود مطلوبين في داخلها، فأوقفت في حور تعلى المدعو نون ميم المطلوب بجرم إطلاق النار، وضبطت أثناء ذلك سيارتين مسروقتين وبعض الممنوعات. وفي مجدلون أوقفت قوة من الجيش المدعو عين أليف المطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وقد بشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. إلى ذلك أوقفت المديرية الإقليمية لأمن الدولة في البقاع عصابة سرقة سيارات مؤلفة من 5 لبنانيين. وفي التفاصيل أنه وردت معلومات لمديرية أمن الدولة في البقاع أن سيارة سورية سرقت من منطقة تعلباية، فسارعت دورياتها الناشطة إلى مراقبة الطرقات الفرعية وألقت القبض على سارق السيارة وهو يقودها. وأثناء التحقيقات معه اعترف على باقي أفراد العصابة وجلهم في العشرينات من عمرهم، وأفاد التحقيقات أن هؤلاء لم يرتكبوا عمليات قتل أو خطف، بل اقتصر نشاطهم على سرقة السيارات. في إطار تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، نفذت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي انتشارا وأقامت حواجز ثابتة ومتنقلة في بعض الشوارع والساحات، لا سيما أمام سراي المدينة ومستديرتي السلام والميناء ومحيط ساحة عبد الحميد كرامي في ساحة النور. وتقوم العناصر بالتدقيق في أوراق السيارات سعيا لتوقيف مطلوب. نفذت لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية اعتصاما للمطالبة بتشكيل لجنة وطنية تتابع قضيتهم. في ذكرى الحرب اللبنانية كان لابد من التذكير بالقضية الإنسانية الأولى، فكان اعتصام للجنة أهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية للمطالبة بتشكيل لجنة وطنية تتابع هذه القضية. في حديقة جبران خليل جبران أمام مبنى الأمم المتحدة تجمع المعتصمون، حيث الخيم التي أقاموا منذ 9 سنوات والتي لم تحرك ضمائر المسؤولين، فكانت هذه الصرخة. تعرفوا قديش في لبنانيين انخطفوا وصار في جهود تعادوا، علينا نقدم نفس الجهود تاع عشرات الالاف اللي انخطفوا وضاعوا، نقدر نأمن لأهلهم
ولكل اللبنانيين الحق بمعرفة مصيره. اعملوا على إفراج عن معتقلينا، فقدرهم كبير، عددهم كبير. بضرورة تسريع الحكومة اللبنانية بالاتفاق مع الصليب الأحمر الدولي من أجل إنجاز جمع وحفظ العينات الجينية لجميع أهالي المفقودين والمخفيين قسرا. الوثائق والمعلومات التي نشرتها منذ فترة جريدة الشرق الأوسط حول اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، توجهنا إلى وزير الخارجية وطلبنا منه التوجه بسؤال إلى السلطات الرسمية السورية من خلال ممثلها في لبنان حول صحة هذه الوثائق، فقام بطرح الموضوع على السفير السوري فجاء الجواب بالنفي، لكن جواب سعادة السفير حمل لغة تهكمية مرفوضة. أعيد وأكرر مطلبنا بوضوح وبلا لبس، نريد إنشاء هيئة وطنية مستقلة لضحايا الإخفاء القسري. إشارة إلى أن النائبين غسان مخيبر وزياد القادري سيتقدمان بمشروع قانون إلى مجلس النواب حول هذا الملف. وفي الشأن السوري، معارك عنيفة بين الجيش الحر وتنظيم داعش في أكثر من منطقة سورية، في حين أسقط الجيش الحر طائرة ميك في القلمون بالتزامن مع اشتباكات بين قوات الأسد مدعومة بعناصر من حزب الله والثوار في دارية. إلى ذلك، خرج السوريون اليوم وككل جمعة في تظاهرات ضد النظام تحت شعار أنقذوا حلب. دحر الدواعش من قرية الطيانة، الله أكبر. تتناوب المنظمات الإرهابية التي يدعمها النظام السوري بالخفاء على مقاتلة الجيش الحر الذي تمكن بمعاونة العشائر في مدينة البوكمال بدير الزور من دحر عناصر داعش إلى خارج المدينة بعد معركة قتل فيها العشرات من الطرفين، بينهم نادر شقيق صدام الجمل أحد قياديي داعش. وبعد ادعاء بشار الأسد أنه نجح في تحييد دمشق عن المعارك، كرر الثوار استهداف العاصمة بستة قذائف هاون سقطت في مناطق العباسيين والقصاع وساحة الأمويين. في هذا الوقت عنفت الاشتباكات بين كتائب الجيش الحر وقوات النظام مدعومة من حزب الله على الجهة الشمالية لدارية، وترافقت مع قصف أسدي طاول مناطق في المدينة والجبال المطلة على بلدة صيدناية بالقلمون. وفي حما سيطر الحر على حاجز الشيخ هلال الاستراتيجي وتمكن من قتل العشرات من قوات الأسد خلال المعركة، فيما تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين إثر محاولة كتائب الأسد السيطرة على بلدتي حيالين وصلبة بريف حما الغربي بعد سيطرة قوات المعارضة عليها. أما في حلب ففتح الثوار جبهات جديدة ضد قوات النظام، وسيطر الجيش الحر على مبنى الهلال الأحمر والجمعية المالية، في حين تستمر المعارك الضارية قرب فرع المخابرات الجوية في المدينة بالتزامن مع استمرار مروحيات النظام بإلقاء البراميل المتفجرة على غالبية مناطق المحافظة. ماذا يجري بين النظام الأسد ووسائل إعلام حلفائه؟ سؤال طرح في الساعات القليلة الماضية بعد حظر بث قناتي المنار والميادين من سوريا من دون ترخيص مسبق. بثينة الشعبان التي انتقدت عبر الفيسبوك بث مقابلات وتقارير تشير إلى دور رئيس لدول وأحزاب في منع النظام السوري من السقوط، عادت ونفت أن تكون قد أدلت بهذه التصريحات. اتخذ القرار النظامي بتقييد حرية عمل القنوات الحليفة. لماذا هذا القرار؟ فلطالما كان مراسلو ومصورو قناتي الميادين والمنار يرافقون جنود الجيش السوري لدى تحرير هذه البلدة أو تلك، ويتباهون على الهواء مباشرة بصور الجثث التي تظهر خسائر المعارضين. في البداية كانت أسهم الانتقاد توجه إلى عقل ما في النظام وراء القرار، ليتبين فيما بعد أن النظام ضاق ذرعا بترويج وسائل الإعلام الحليفة له للأخبار، مفادها أنه لو
لولا تدخل حزب الله لما كان صمد النظام، ولولا تدخل الحزب لما استعاد النظام بلدات القلمون. ورغم استضافة قناة المنار لوزير الإعلام السوري عمران الزعبي في محاولة للتخفيف من وقع القرار الذي نص على ضرورة حصول فرق القنوات على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام السورية، بقيت الأقلام والأصوات الحليفة توجه انتقادات في السر والعلن لسياسة النظام الإعلامية التي وصفتها بالفاشلة والخاطئة. لكن اللافت ما كتبته مستشارة رئيس النظام السوري لشؤون الإعلامية بثينة شعبان على حسابها الخاص على موقع الفيسبوك، أن موقف الدولة السورية كان ولا يزال ثابتا، لن نركع لأي ضغوط وسنمضي في طريق القضاء على الإرهاب، وإذا علمنا أن في تحالفنا مع أي دولة أو أي حزب مصلحة لسوريا فسنفعل. علاقتنا مع حزب الله متجذرة، وعلاقتنا مع إيران كذلك، وعلاقتنا مع روسيا صداقة ومصالح مشتركة، لكن عندما تتباين المصالح سنمضي في طريق مصلحة شعبنا ولن نكون تابعين لأي أحد. فيما نسبت مواقع إخبارية إلى مصادر مطلعة في بيروت قولها أن قناة الميادين اتخذت قرارا صامتا بتقليص تغطيتها الإخبارية في سوريا. تسود حالة من الغضب العام منذ بداية الأسبوع مدينة السويداء في عقاب اعتقال فرع المخابرات العسكرية الشيخ لورانس سلام، واتهامه بأنه من الخلايا النائمة التابعة للمجلس العسكري في الجيش الحر في منطقة الجنوب. وكان التوتر قد بلغ أوجه إثر منع أهالي السويداء حفلا لإعادة انتخاب بشار الأسد أقيم أخيرا قرب مبنى المحافظة. وحشد الأمن السياسي في المدينة الناس بالقوة، واستخدم امرأة وألبسها زي أهالي المنطقة لترقص على وقع موسيقى وأغاني تمجد الأسد، مما أثار حفيظة الأهالي. قال مركز القلمون الإعلامي إن ما يقرب من 10 عناصر من ميليشيات لبنانية وعراقية قتلوا في الاشتباكات الدائرة على أطراف بلدة رنكوس، من بينهم قائد عمليات فيلق بدر العراقي قصي غازي فيصل التميمي الذي نعاه الجناح العسكري للفيلق في العراق. من جهته ذكر موقع مشرق الإيراني الناطق باللغة الفارسية نقلا عن مصادر إعلامية سورية في مستشفى تشرين بمدينة دمشق مقتل قصي غازي فيصل التميمي خلال الاشتباك مع من وصفهم الموقع الإيراني بالإرهابيين. وأوضح الموقع أن التميمي قتل دفاعا عن المقدسات الإسلامية وضريح السيدة زينب، حيث نقل إلى مستشفى تشرين بعد أن جرح في إحدى المعارك التي لم يحددها. وقام وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج بزيارته في المستشفى بحسب بعض المصادر. شهدت التظاهرات التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية تحت شعار الانقلاب أصل الخراب، شهد اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن المصرية أدت إلى مقتل مسلحين من الإخوان وإصابة عدد من الأشخاص. وسجلت مواجهات متقطعة في مدن النصر والمطرية وعين شمس وشارع الهرم الرئيس في القاهرة وعلى طرق رئيسة في ضاحية 6 أكتوبر جنوب العاصمة. كذلك وقعت مواجهات مماثلة في محافظات الإسكندرية والفيوم والسيوط والقيلوبية والمنيا. النشرة بعد الفاصل. سليمان يطلع من إبراهيم على قضية المخطوفين في سوريا ونيجيريا. ستاندرد أند بولز تعدل نظرتها المستقبلية للبنان من سلبية إلى مستقرة. من جديد نحييكم. قضية المخطوفين في سوريا ونيجيريا بحثها رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في قصر بعبدة، وطلع منه على مسار المفاوضات الجارية بشأن إطلاق المطرنين وكذلك المخطوفين اللبنانيين في نيجيريا. زار قائد الجيش ألماد جنقاه وجه رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الكبير، وأطلعه على الأوضاع الأمنية في البلاد وآخر ما وصلت إليه الخطط الأمنية التي يجري تنفيذها في الشمال والبقاع. كذلك استقبل قهوجي في اليرزي سفير الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ديفيد هيل، وتناول البحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين جيشي البلدين. كما استقبل قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة وجرى التداول في شؤون قضائية. زار عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عاطف مجدلاني سرايا الكبير، حيث التقى الرئيس تمام سلام وتباحث معه في شؤون ومطالب بيروتية، وأثنى على نجاح الخطة الأمنية في طرابلس، كما أكد أن سلسلة الرتب والرواتب تأخذ مجراها الطبيعي نحو الإقرار وبأسرع وقت ممكن.
عرضت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري مع وفد من لجنة المعلمين الناجحين الفائضين في التعليم الثانوي الرسمي زارها في مجدليون مطالبهم بإدخالهم في الملاك، ووعدت الحريري بمتابعة قضيتهم مع وزير التربية. دخل مجهولون إلى منزل الزميل الصحفي علي الأمين في بلدته شقرة في الجنوب وحطموا محتوياته. وكالة ستاندرد أند بورز تعدل نظرتها المستقبلية للبنان من سلبية إلى مستقرة. عدلت وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للبنان من سلبية إلى مستقرة، وأكدت تصنيفها السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند بي ماينس بي. وقالت ستاندرد أند بورز إن تشكيل حكومة جديدة تتضمن أحزابا سياسية متنافسة يقلل مخاطر حصول تصعيد على نطاق واسع للخلاف السياسي، مشيرة إلى أن الأفاق المستقرة تعكس ما لاحظته الوكالة، لجهة أن دفق الإيداعات في النظام المالي سيتيح للحكومة تلبية حاجاتها في العام المقبل رغم الصعوبات السياسية والوطنية والدولية. وأشار البيان إلى أن تركيز التمويل الحكومي على مصدر واحد هو أيضا ضعف هيكلي يجعل لبنان أكثر عرضة للأوضاع الاقتصادية والمالية المعاكسة، مشددا على أن الحكومة اللبنانية لديها حاليا القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. المزيد من الاقتصاد في الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. جولتنا على أسواق اليوم تبدأ من لبنان، حيث أصدرت الجمهورية اللبنانية سندات من فئتين لجمع 696 مليون دولار. وبالتفاصيل أصدرت الدولة ما قيمته 341.431 مليون دولار من السندات بتنتهي بشهر نيسان 2020 بمردود 5.8%. أيضا والإصدار الثاني بقيمة 354.71 مليون دولار من السندات بتنتهي بتشرين الثاني 2026 بمردود 6.7%. والجدير بالذكر أنه هالإصدار هدفه استبدال إصدار آخر تنتهي مدته سنة 2014. أما ترتيب هالعملية عم بتتم من خلال بنك عودة، بنك بيبلوس ودويتشي بنك. وإلى أبوظبي وشركة مبادرة الاستثمارية المملوكة من قبل الحكومة يلي وكلت 6 مصارف لقيادة إدارة سندات خارجية جديدة أو ما يعرف باليورو بونز. فقد عينت مبادرة البنوك التالية لإدارة الاكتتاب: بنك أوف أمريكا، ماريلينش، كريدي أغريكول، دويتشي بنك، جولدمان ساكس، إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الوطني. بحب ذكر أن مبادرة كانت مشاركة بالسوق بشهر نيسان 2011 من خلال إصدار 1.5 مليار دولار من السندات على مدة 15 سنين. ومننهي مع أحداث عديدة من أمريكا. أولا انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى من 8 أشهر لهلأ بعد ما تبين من اجتماع مجلس الاحتياطي أنه البنك المركزي الأمريكي رح ينتظر فترة أطول قبل رفع أسعار الفائدة. ثانيا وضعت الولايات المتحدة خطة للقضاء على العجز اللي عم تواجهها، فقد وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة نهار الخميس على خطة جديدة للميزانية طرحها عضو جمهوري بارز، والهدف منها القضاء على العجز لمدة 10 سنين. وأخيرا صدرت طلبات الأمريكيين للحصول على إعانة البطالة نهار الخميس، وأتى الرقم أفضل من التوقعات مع 300 ألف طلب وهو أدنى مستوى من أيار 2007 مقارنة مع 326 ألف طلب الأسبوع الماضي. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم نهار التنين. والآن صفحة الأحوال الجوية. فرشت البيت كله حياتي. Days your home. بونسوار. قبل ما نكون عن معلومات عن طقس الدول العربية، لبنان والدول الأجنبية، خلينا نشوف الصورة اللي وصلتنا على أكاونت الإنستغرام صورة وشمسية بجرافيتي المخصص هالأسبوع بذكرى الحرب اللبنانية.
وقبل ما نكون مع طقس لبنان خلينا نشوف الحرارة ببعض الدول المجاورة. منبلش جولتنا مع القاهرة 29 درجة، 24 بتونس، 39 درجة بالخرطوم، 31 ببغداد، 27 بدمشق والمنامة، والختام أخيرا مع الكويت 33 درجة، 37 بالدوحة و34 درجة برياض. منوصل هلأ على طقس لبنان. منبلش مع بكرة على الساحل الحرارة بتوصل أقصاها ل 24 درجة، أما أدناها هالعشر درجات. الرطوبة عالية بتسجل 75%، أما سرعة الرياح بتوصل ل 25 كيلومتر بالساعة. بالجبل بتتراوح بين 18 و7 درجات، أما بالداخل بتوصل أقصاها ل 21 درجة، أما أدناها ل 10 درجات. بالتفاصيل خلينا نشوف كيف رح تكون الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. منبلش جولتنا مع الشمال، عكار 21، 22 بطرابلس، 13 درجة بالأرز. منكمل جولتنا ومنوصل على الهرمل 21، 20 بالقاع وببعلبك، 19 درجة برياق. منوصل بجولتنا على جبال 22، 16 بفريا، 24 درجة بجوني وببعبدا، وبيروت كمان عم بتسجل 24 درجة مع طقس غائم جزئيا، 21 بزحري، 20 بشتورة، 19 بعنجر وبمشغرة. منكمل ومنوصل عجزين 21، 20 برشية وبمرجعيون، 19 درجة ببنت جبال، والختام أخيرا مع بيت الدين 20، أما صور وقانا و23 درجة. كيف رح يكون الطقس للثلاث ايام الجايين منشوف سوا. منبلش مع بكره السبت، الحراره بتوصل اقصاها ل 24 درجه، اما ادناها ل 13 درجه مع طقس غائم جزئيا، الرطوبه بتسجل 62%. بتنخفض الدرجه واحد الاحد لتوصل اقصاها ل 23، اما ادناها ل 13 درجه، ومكمل الطقس غائم جزئيا للتنين مع حراره بتروح بين ال 21 وال 15 درجه. انتبهوا من تشكل الضباب ومن انخفاض بدرجات الحرارة نسبيا بالليل والصبح، وبأكد لكل المزارعين انه ما رح يكون في سقيع بيأذي مزروعاتهم. بعتولنا صوركم على اكاونت الانستغرام والفيوتشر تي في ابلكيشن، واكيد شو ما كان طقسكم المفضل لاقونا على طول على المستقبل. في دي ان اي بعد هذه النشرة قراءة في إعادة إحياء مصطلح القومية العربية لدى محور الممانعة. نذكر بالعناوين. لها انعكاسات سلبية على مداخيل المودعين اللبنانيين. مصارف لبنان تضرب رفضا للضريبة المقترحة على الودائع. اللجان النيابية المشتركة تواصل مناقشة موارد تمويل السلسلة، والمستأجرون القدامى يعتصمون رفضا لقانون الإيجارات الجديد. الجيش الحر يواصل تقدمه الميداني في حلب وحماة، وقصف عنيف على ريف دمشق. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، من لينا ومني ومن فريق النشرة أطيب الأمنيات، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.